إذن عن حالة الغضب الشعبي المتنامي في إيران على النظام في ظل الأزمة الاقتصادية، ينضم إلينا عبر سكايب من ستوكهولم الكاتب المتخصص في الشأن الإيراني نوري حمزة. أستاذ نوري حياكم الله. يعني بعد أن هدأت قليلا الاحتجاجات والإضرابات تعود من جديد إلى إيران، ولكن إلى أي مدى يمكن ربط هذه الاحتجاجات بالتظاهرات التي حدثت أو استمرت عام وأكثر إثر مقتل مهسا أميني؟ السلام عليكم. عليكم من جهة كل هذه الأحداث مترابطة ومتواصلة ببعضها البعض. لا ننسى أن مدينة زاهدان في جنوب شرق إيران وإقليم بلوچستان لم يهدأ منذ العام الماضي حتى هذه الجمعة، حيث وصف الشيخ عبد الحميد إمام أهل السنة هناك في زاهدان وصف خامنئي بيزيد، وقال بالحرف الواحد أن يزيد ارتكب جريمة بحق الإمام الحسين، حيث كان يزيد يريد أن يحفظ نظامه وحكومته. وهذه إشارة واضحة كانت يصف بها خامنئي بيزيد الزمان ويزيد إيران. هذا ما يحدث في إيران. هذه المحافظة مستمرة، وإيران كذلك كانت خافتة بشكل آخر وتستمر بشكل آخر، تنقطع المظاهرة وترجع مرة أخرى. لا يمكن اليوم، يحلل كثير من الإيرانيين يقولون لا يمكن أن إيران ترجع إلى الوراء، إلى قبيل مقتل مهسا أميني في سبتمبر العام الماضي. نعم. بمعنى آخر أن الأمور الاجتماعية وخاصة قضية الحجاب الإلزامي، الشعب لا يريد التراجع إلى الوراء أبدا، والنظام من جهة أخرى هذه وهوية ما تبقى من هويته وهي الوحيدة يريد أن يحفظ هذه أمام أنصاره وفي العالم أو في المنطقة وإلى آخره. إلى ذلك اليوم هو لديه مشاكسات، ولديه بشكل آخر يرتكب أعمال وخارج عن قاعدة التصرف والتواجه مع المواطن. هذا نظام يعتبر نظام محتل من قبل المواطن الإيراني. في خضم هذا الحراك الشعبي أستاذ نوري، هل سيحاول النظام أن يلبس الاحتجاجات الحالية لباسا دينيا، وبالتالي يعني يتهم المشاركين فيها بأنهم ضد الدين أو ضد العقيدة؟ النظام دائما كان مستخدم هذه الوسيلة، دائما كان يستخدم الدين كأدوات له لتثبيت وترسيخ هويته ووجوده على الأرض. لا ننسى أن التفجيرات التي حدثت في العقود الماضية في مزار الإمام الرضا في مشهد كانت من على يد صنع المخابرات الإيرانية، وأراد أن بشكل آخر أن يتهم جهات غير دينية أو أهل السنة بهذا الشيء، لكن اليوم كشفت هذه الأمور. اليوم نرى الشارع الإيراني بنفسه هو يقيم مواكب حسينية على سبيل المثال. اليوم شاهدت فيديوهات ومقاطع من مدينة يزد، مدينة فارسية بامتياز وفي جنوب إيران، كل الأشعار باللغة الفارسية تصف خامنئي بيزيد الزمان وتصف الدولة هذه الحكومة نظام وحكومة محتلة لهذه الأرض ولهذه الوطن، وبشكل وبمباشرة يصفون خامنئي أنه ارتكب جريمة بحق الدين أولا وحق المواطن وحق الوطن وإلى آخره، واستخدم الدين كأدوات له للوصول لغايته. وهذا ما حدث أيضا في مشهد ومازندران ومدن أخرى وطهران. حتى نكون منصفين، نأخذ تصريح لوزير الداخلية الإيراني يقول إن انخفاض قيمة الريال وأيضا تدهور الحالة المعيشية في ظل الغلاء، يقول إنما هي مؤامرة خارجية هدفها زعزعة الشارع الإيراني. هل ما زال هذا الحديث يجد صدى لدى الشعب الإيراني؟ على الإطلاق، هبوط الريال الإيراني لا يرتبط بهذه ما يتحدث عنه أحمد وحيدي وزير الداخلية. هبوط الريال الإيراني جاء نتيجة يعني تسييس الاقتصاد الإيراني، نتيجة أن إيران لم تلتزم بالمعاهدات الدولية بالمبادلات الأصول والأصول المالية ونقلها من بنك إلى بنك، من دولة إلى أخرى، لم في الواقع توقع على هذا المعاهدة اللي تسمى FATF في المعاهدات الدولية، لم توقع على هذا، فواجهت مشاكل الأخرى اللي تجاهتها على أثر الحصار اللي في الواقع وضع على النظام الإيراني نتيجة البرنامج النووي، نتيجة البرنامج الصاروخي، ونتيجة توسعه في المنطقة في الإقليم وإلى آخره. كل هذه البرامج هي بالدرجة الأولى هي فعل النظام، وما جاء ما ترتب على الريال الإيراني هو رد
فعل العالم على هذا الشيء. إذن لا توجد مؤامرة ضد إيران، هناك إيران تريد توسع بلا حساب، إيران تريد أن تقمع شعبها بلا حساب، إيران تريد أن تصنع صواريخ تطال العالم ككل، إيران تريد أن تحتل المنطقة وتريد تصنع سلاح نووي، وهذا جاء رد فعل طبيعي من قبل العالم والإقليم تجاه هذا، وترتب على الريال الإيراني وعلى كل الموارد الاقتصادية. أستاذ حمزة، ولكن هناك من يرى أن للعقوبات دوراً فاعلاً فيما وصل إليه الوضع الاقتصادي في إيران، ما مدى دقة هذا الطرح؟ أكيد للعقوبات دور فاعل، أنا أشرت لك معاهدة نعم. FATF معاهدة هامة جدا، إيران لم تلتزم بها حتى اللحظة. لماذا؟ لأن هذه المعاهدة تشير إلى نقل الأصول المالية الكبيرة من بنك إلى بنك، من دولة إلى دولة تحت إشراف دولي وإلى آخره، وإيران تريد أن توزع أموال على ميليشياتها هنا وهناك خارج هذا الغطاء القانوني، خارج عن الأطر القانونية، وإلى هذا يعني العقوبات طالتها بهذا الجانب، وكذلك العقوبات الأخرى، العقوبات لها حيز كبير ولها أثر كبير جدا مما يحدث في إيران، ولكن العقوبات لها فلسفتها. لماذا إيران؟ السؤال الأساسي، لماذا إيران تعوقب؟ يعني وجهت لها عقوبات من قبل كذا دولة، ليس فقط أمريكا وأوروبا وإلى آخره، من قبل الأمم المتحدة، من قبل مجلس حقوق الإنسان، أو يعني منظمات دولية وإلى آخره. لماذا هذه العقوبات؟ نتيجة فعل النظام الإيراني، وهذا ما يعرفه الشعب الإيراني بشكل جيد. اليوم الشعب الإيراني بشكل كبير مطلع على هذه الأمور ويحل هذه الأمور، ويرى في النظام أنه لا توجد ثقة في حديث هذا النظام وفي كلام هذا النظام وفي تحليل هذا النظام وإلى آخره. هناك أزمة ثقة بين الشارع، بين الناس وبين النظام، وهذا بداية أستاذ الزلزال نوري، الكبيرة اللي بيحدث بدقيقة العالم. لو تفضلتم، هل بإمكان الاحتجاجات المستمرة أن تسقط نظام طهران؟ إن استمرت الاحتجاجات وتطورت وصنعت قيادات داخلية وليس قيادات منفى، بإمكاننا أن نحسب عليها ممكن أن تسقط النظام. نعم. النظام هش، النظام فقد الشرعية لدى المواطن الإيراني، وهذا أهم حلقة النظام اللي كان يراهن عليها يوما ما طيلة ال 44 عام. خدع الشعب الإيراني بشكل آخر، نعم. يوم بدليل الانفصال، يوم بدليل أنه النووي حقنا، والله والعالم ما يريد نحن نتسلح بالعلم النووي وليس السلاح النووي، ما كان يتحدث عن السلاح النووي، وهكذا التوسع الإقليمي، وهذا الكذب وهذه البروباغندا مشاها على الشعب الإيراني. اليوم الشعب الإيراني بدأ يحلل هذه الأمور، يعني في الواقع حدثت هذه أزمة الثقة بين النظام وبين الشعب من جهة أخرى، وأهم حلقة هذه اللي يحسب عليها كل من لديه مشكلة مع هذا نعم النظام. أستاذ نوري، يعني نعم، وأنا أظن أنه إذا استمرت كما استمرت المظاهرات الزاهدة اللي هي سنة، نحن نتطلع إلى سقوط هذا النظام في خلال سنتين ثلاث عبر القادمة. سكايب من ستوكهولم الكاتب المتخصص في الشأن الإيراني نوري حمزة، شكرا جزيلا لكم.